كنت براجع هذه الورقة البحثية اللي بتتكلم عن أدوات بالذكاء الاصطناعي يمكن استخدامها بشكل عام في مجال الأكاديمية، وعجبتني حقيقة التقسيمة. ومنها حاجات أنا اتكلمت بالفعل أكتر من مرة معاكم عنها، زي كويل بوت، تشات جي بي تي، دال إي 2، بس دلوقتي بقى في دال إي 3، سيمانتيك سكولر طبعا اللي أنا برشحه بقوة. لكن لم أتحدث بعد معكم عن فور رايتنج هنا رايتفول، ولا كو سكيدجول هيدلاين انالايزر، لما اتكلم عن هاتين الاداتين بعد. لذلك قررت اكلمكم النهارده عن وورد تيون اللي اعرفه من فتره، بس بصراحه لم اتحدث معكم عنه من قبل. فتعالوا نتكلم مع بعض عن وورد تيون وازاي استخدمه كطالب دراسات عليا. هو بيقول لي هنا ان ده بيستخدم للاوتوميتد فيدباك للجرامر، الستايل و ريدابيليتي. تعالوا نشوف الكلام ده معناه ايه في هذا الفيديو. شفت يا زمان ومواقف ملهاش حد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ هتيجوا هنا على جوجل تكتبوا وورد تيون، هتلاقوا هنا معلومات عن الموقع، وطبعا هنا البلانز والبرايسنج، ودي اللي انا عايز ابدا بيه عشان افرجكم ان من البدايه هناك خطه مجانيه اهي زيرو بير مانث، بس طبعا هي محدوده كالعاده اهي 10 ري رايتس في اليوم، 3 اي برومتس ا داي، 3 سمرايزز ا داي، انليميتد تكست كوركشنز، ودي بصراحه حلوه جدا. تعال بقى على الموقع ذاته، طبعا هتعمل لنفسك اشتراك مجاني كالعاده، الخطوات سهله ومعروفه، وطبعا هي دي واجهه الموقع. هنا عامل لك طبعا سيل للبلاك فرايداي، لكن احنا هنستخدم النسخه المجانيه. طبعا عدد الزيارات 5 مليون زائر شهريا، طبعا رقم ضخم، ودي اكتر البلاد اللي بتزور هذا الموقع. اذا خلاص هي دي الواجهه، عرفنا التفاصيل، هنشترك طبعا جيت ستارتد هنا، مفيش مشكله لو انت بقى عندك اكونت تدخل على لوج ان زي ما انا هعمل كده. دي الواجهه، اجي بقى مثلا اخد اي تكست وليكن هذا الجزء. من المزايا ان هو ممكن يضيف لي، يكمل لي الكتابه بتاعتي، يعني في فكره معينه في دماغي وانا مش عارف اكملها، هو ممكن يكمل لي من خلال هنا الضغط على العلامه دي كونتينيو رايتنج. تعالوا نجرب اهو، شوفوا بقى دلوقتي هيحصل ايه، هيكمل لي الفكرة بتاعتي. هذا هو ده الجزء اللي هو كمله لي بناء على اللي انا كاتبه، فلو عجبني هقول له دان، ما عجبنيش هقول له لا اديني اقتراح اخر، هقول له دان. هذا هو طبعا وفقا لكلامه تقدر تعمل اضافات 10 مرات في اليوم، بالاضافة الى بقى كل هذه الاشياء اللي منها expand, shorten, formal, casual و rewrite، يعد لك الصياغة. من المزايا الجميلة ان انت عندك هذا الاكستنشن اللي انت ممكن تنزله ويسهل عليك كتير حقيقة. وليكن مثلا انا جيت هنا على الموقع طبعا المشهور The Verge، وجيت على الخبر بتاع سام ألتمان انه رجع تاني CEO لأوبن اي اي، وضغطت هنا على الاكستنشن بتاعهم او الاضافة، بيكون بالمنظر ده، اقول له Open Summarization Panel. وانا لو ما بحبش الطريقة دي اللي هي الطولية على اليمين كده، اضغط على open in website يوديني مباشرة على الموقع. هذا هو خبر سام ألتمان original، وعلى الشمال جاب لي السمري. عايز اعمل expand، اقول له expand all، اهو جابها لي هنا كده كده اللي انا عايزه. اذا دي من المزايا لword tune، عنده الاكستنشن بتاعه اللي على طول اقدر من خلاله اروح على الويب سايت ذاته ويلخص لي الخبر مباشره. الميزه الرائعه ان انا اكتب وهو يكمل لي الفكر بتاعي، بالظبط زي جيني لو تفتكروه. شايفين الفيديو ده لو انتم مهتمين بنفس الفكره، ان انا طالب دراسات عليا بكتب وعايز حد يكمل لي على الفكره بتاعتي، ده من افضل المواقع، موقع جيني .ai. طبعا بضاف ان هو بيصلح لك زي جرامرلي، لو تعرفوا جرامرلي يا شباب، تيجي هنا على الكلمه اللي هو مظللها اد سبايس، هنا حلوه دي عجباني اد سبايس، يقول لي انت عايز ايه، كونتينيو رايتنج ولا اكسبلين ولا اكسباند اون ولا اد كونكلوجن، جيف اكزامبل، جيف ان انالوجي، ديفاين، يعني حاجه روعه. اذا هذا هو وورد تيون. الشباب اللي مهتمين بموضوع بقى الكتابه واتقان الكتابه وحد يكمل لي الفكره بتاعتي ولخص، كل هذه الاشياء تقدروا تعملوها من خلال وورد تيون. بكده اكون خلصت، وفي النهاية اذكركم ان انتم يا شباب تشتركوا معنا في قناتنا على التليجرام اللي اضفت لها مؤخرا سيكشن للتعليقات، لو اي حد حابب يعلق على اي خبر انا بضيفه يقدر يسيب لنا تعليق. وانا بشكركم جدا ان خلال 3-4 ايام اولموست مقربين على 5000 مشترك.
والله هدفي الأول والأخير إن أنا أساعدكم في هذه المرحلة في حياتي، دوري إن أنا أخد بإيد الشباب الصغير أساعدهم أنير لهم الطريق وأقول لهم كونوا إيجابيين ونغير المايند سيت بتاعتنا، طريقة تفكيرنا، عقليتنا، وروح ناحية النجاح. هذا هو، شكرا لكم، سلام عليكم.